شفتي مدة الدرس الآخر؟ قريب واحد نص ساعه قبل اذان المغرب تشوف متطوعي الهلال قاموا بتحضير هذه الطاوله اللي تحتوي عنا حوالي 52 شخص متكفل بهم الهلال، وهما اللي راه حجر عليهم الحجر من هذا الوباء الكورونا. هادو 50 شخص هما من فئات المعوزه، هما من الفئات اللي نقولوا احنا المتشردين اللي كانوا في الشارع، وكذلك العالقين اللي كانوا ما صابوش باش يرجعوا الولايات تاعهم. راه عندنا حوالي 50 شخص اللي راه متكفل بهم يوميا من فطور وسحور ومبيت. هادو هما اللي راه متكفل بهم الهلال، وتشوف بلي هذوك كل من فضل محسنين سعيدة، وكذلك شركة جيبلي تاني كذلك اللي مدعمتنا بالحليب. كل هاد الناس هادو راهم داعميننا، وما ننساش باش نشكر أكثر هما التجار سعيدة، تجار الخضر الفواكه، تجار المواد الغذائية اللي راهم مساعدين، كذلك لي برونجي أصحاب المخبزات اللي راهم مساعدين في هذه العملية، وكذلك كراس لي بينيفول تاعنا، كراس المتطوعين الطباخين اللي يحطوا بلوس. هذا ستان بلوس للهلال الاحمر الجزائري، وهي في التطوع المتطوعين والاعضاء اللجنه، خاصه لجنه الكوارث اللي راهي ما يخفكش باللي ما عندناش رمضان، رانا في كارثه. هذه هي اليوم رانا هذه اللجنه الصحيه اللي موجوده على الاخر تقوم ببرنامج، كاين فرقه اللي متكونه بحوالي 32 واحد، هادو 32 واحد في عمليه التحسيس والتوعيه والتعقيم في بلديه سعيده. عندنا حوالي 15 شخص اللي هما هنايا في المطبخ تاعنا اللي يتكفلوا بالاشخاص العالقين اللي راهم هنايا واللي راه حكم عليهم الحجر هنايا. هادو 15 شخص هما متكلفين يوميا بهاد الناس، من طباخين، منظفين، دي بينيفول اللي يغدو يحضروا هاد المواد الغذائيه اللي يغدو يجيبوها من برا ويجيبوا الخبز وكل شيء. هادو ابري كاينين 15، زائد كاينه فرقه اللي تكون من 15 فتاة اللي هي تجوب مساكن سعيدة، راهي تروح دار بدار باش تحسس العائلة بهذا الوباء، باش تاني تحسس العائلة. ربما ما يخفكش بدي 10 أيام توالى نشوفوا إقبال كبير تاع المواطنين باش يشرو كسوة العيد، باش يشرو يديروا الحلويات اللي الدور الهلال الأحمر الجزائري غادي يجند روحها أكثر في هذه 10 أيام توالى، باش يحسس المواطنين العيد غادي يجي بصح الصحة ما تجيش والموت ما يجيش. هذا الشيء هو الشعارات اللي راهم غاديين ينطقوهم العائلات باللي ابقوا في البيوت. قبل رمضان من جائحة هذه الكورونا درنا سطرنا عمل تطوعي باش نقوموا بعمل التعقيم والتحسيس عبر كافة مناطق الولاية وعبر كافة تراب الولاية. بالنسبة لشهر رمضان سطرنا قبل شهر رمضان درنا برنامج من اجل افطار عابري السبيل والمحجور عليهم بمركب برني جلالي. حنايا درنا كونا متطوعين من الهلال، 5 متطوعين من الهلال الاحمر الجزائري في المر الدولي، متمكنين من تسيير الازمات، تسيير هذا الوباء ان شاء الله. حنا رانا نجيو من الوحده تاع العشيه، خاطش الكويزين يجي على الوحده تاع العشيه، من الوحده تاع العشيه رانا حنا حتى الثمانيه، حتى اللي نفطروهم ناكلوا معاهم ديك الحبه تمر، كي نوضوا هما من الطابله حنايا نروحوا لديارنا نفطروا ونديبريو ونعاودوا نولوا هنايا ثاني نسحروهم على الوحده ولا على الوحده ونص، ونعاودوا نطلعوا نرقدوا ونعاودوا نجوا ثاني على الوحده. والله زعما شهر رمضان صاي والفنا باللي نجوا نفوتوا هنايا، زعما ما نجموش نروحوا لديارنا، صاي والفنا هنايا معاهم باسكو هما ما عندهمش كفاهم، ما عندهمش عائله وما عندهمش، نحسوهم باللي حنا عائله تاعهم، نعاودوهم بهذيك اللحظه نحسوهم باللي حنا العائله تاعهم.
عندنا العمل التطوعي ملي بدات هذه الازمه تاع كورونا، خلينا مقاعد الجامعه جينا هنايا في عمليه تطوع. عمليه تطوع سواء كانت عمليه تعقيم ولا عمليه نعاونوا هنايا الجماعه تاع اس دي اف، جماعه تاع بدون ماوى، نحضروا لهم وجبه فطور. والنشاط تاعنا يبدا من الصباح من 8 تاع الصباح حتى العشيه، دي فوا نفطروا معاهم دي فوا نجوا في الليل نخدموا عمليه تعقيم. حقيقه هذا واجب، واجب وطني في هذه الازمه، هذا واجب سمح لنا ونتعرفوا على ناس جدد، نتعرفوا ندو دي زيكسبيريونس جدد ونتعلموا.